أسعد الله أوقاتكم. هي أسماء مجهولة للكثيرين، لكنها قامت بحملة بطولية أو بملحمة بطولية تمكنت بفضلها بلجيكا وفرنسا من تحقيق انتصارات باهرة على أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية. محمد بالكبير بالعربي السرغيني وميلود بالمحجوب عاشا تجربة معركة غومبلو شاستر ببلجيكا سنة 1940 مع ما يسمى بالفرقة المغربية الثانية في رحلة إلى الموت المحفوف والنهايات الحزينة. من يكون محمد بالكبير بالعربي السرغيني، ومن هو ميلود بالمحجوب، وما قصتهما، وما قصة الفرقة المغربية الثانية بأبطالها 176 الذين استشهدوا في معركة غومبلو، وكيف وقعت المعركة، وكيف انتصر فيها المغاربة بوقف الزحف والآلة الألمانية، وكيف تنكرت فرنسا وبلجيكا لهؤلاء الجنود بعد ذلك. قصة حزينة ومبكية، أبطالها من المغرب المسمى غير النافع، وجدوا أنفسهم صدفة وبلا مقدمات في محاربة عدو لا يعرفونه، ويحملون قضية لا يؤمنون بها، لكن رياح الحرب حملتهم إليها دون سابق إنذار. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، فللحكاية مذاق آخر. في منطقة بن عامر، والزمن زمن الحماية، وبالضبط في دوار منعزل يسمى حانو، لا يبعد هذا الدوار سوى 28 كيلومتر عن مدينة قلعة سراغنة. ولد محمد بالكبير بالعربي سنة 1920. بالقرب منه وببعض الكيلومترات ولد صديقه الميلود بالمحجوب من قرية تسمى الدشرة، نفس السوق سوق الأربعاء، ونفس المواسم، ونفس العادات، ونفس المخزن، ويد الاستعمار الطويلة، وبطش القواد. بعد تجربة قصيرة في الكتاب، دخل محمد بالكبير وميلود بالمحجوب تقاليد أساليب الزراعة في المنطقة، الزرع والحرث والحصاد، وتعلم شظف العيش وقسوة الحياة، ومعها العراك مع أطفال القرية واللعب معهم، ومعها الخوف المتجدر الذي يكبر من الشيخ الذي لا ينزل عن دابته أبدا. في سوق الأربعاء كازيط كان البراح يصيح بأعلى صوته بأن السلطان محمد الخامس نادى الشباب المغاربة في يوم الجمعة 3 شتنبر 1939 بالدعوة إلى دعم الحلفاء ضد النازية من أجل الدفاع عن قيم الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. كان البراح يبسط النداء: السلطان راه بغاكم مخازنية ليه، السلطان بغاكم توليو مخازنية معاه. هكذا جاء الشيخ في اليوم الموالي معه المخازنية، قاصدا منزل الشاب محمد بالكبير بالعربي بدقة عنيفة وصياح يسمع من بعيد. غدا على محمد أن يلتحق بالقيادة باش يولي مخزني ديال السلطان، وإذا لم ترغبوا أرسلوا أخاه الأصغر. نفس الخطاب بالنسبة للشاب ميلود بالمحجوب من القيادة بقلعة سراغنة وعلى مسافة قريبة 80 كيلومتر
إلى مراكش وبالضبط في جليز سيجدون شبانا من نفس المنطقة ومن أرحامنا، من بينهم أحمد بن حسي وإبراهيم بن مكي وشبابا آخرين من الأطلس المتوسط، خنيفرة، مريرس، ويجانطي وميدلت. بعد تدريبات قصيرة على السلاح والانضباط ولمدة شهرين، حملهم القطار من مراكش إلى وجدة، ثم من وجدة إلى وهران، وبالباخرة إلى الأراضي الفرنسية. في هذه الرحلة كان يتساءل محمد بن الكبير عن هذه العوالم الجديدة، يشده الحنين إلى القرية وإلى شبابها، ويشده الحنين إلى بو الكبير، فالأغلبية تناديه ود الكبير، بينما المحجوب يشيح بنظره أو ينظر إلى أمواج البحر المترامية، والسفينة تبتعد رويدا رويدا عن ميناء الشوق. فقط وقع الأقدام ولباس الموحد وحديث بالدارجة وصياح هنا وهناك، ولا تسمع في الأجوبة سوى كلمة ويمسيو. الحكاية لم تبدأ بعد، فنحن على مسافة قريبة منها، ابقوا معنا. بعد وصولهم إلى الديار الفرنسية، تجمع محمد بن الكبير ورفاقه فيما يسمى بالفرقة المغربية الثانية، وعددها 176 جنديا. وفي بداية شهر ماي 1940 وصل الفوج السابع بجنود مغاربة، من بينهم محمد بن العربي بن الكبير، الميلود بن المحجوب، أحمد بن حسي، إبراهيم بن المكي، فرقوق حميدة، الكحل حميدة، أحمد الخروطي لا يزال على قيد الحياة، ومحمد المشتي والآخرون. سبقهم انتشار خبر اقتراب الجيش الألماني من مدينة جومبلو شاستر ببلجيكا. كان الجنود المغاربة بأباريق الشاي والقهوة يحملونها معهم، وضحكاتهم في حلقة كبيرة كأنهم في سوق الأربعاء، والصياح يتطاير من هنا وهناك، غير عابئين بمعركة قادمة وهول قادم. كانت منطقة جومبلو البلجيكية منطقة جبلية وعرة التضاريس، حفر المغاربة خنادقهم استعدادا لليوم الموعود واليوم الحسم. وبعد رحلة من يومين لأزيد من 130 كيلومتر مشيا على الأقدام، وصل الجنود المغاربة، وبالضبط يوم 10 ماي 1940، فجأة بدأت معركة ضارية عمل فيها الألمان على أسلوب المداهمة والمباغتة، قصفا بالطيران وبالمدفعية وبالرشاشات وبالاستعانة بالقناصة. دخل الجنود المغاربة منذ اليوم الأول 10 ماي ولمدة 5 أيام سدا منيعا وحاجزا صعبا يمكن اختراقه. في مع توالي الأيام بدأ المغاربة يتساقطون الواحدة تلو الآخر. في اليوم الرابع قتل الميلود بن المحجوب وإبراهيم بن المكي، بقي صامدا محمد بن الكبير بن العربي ومعه أحمد بن حسي. هنا للإشارة انتفى ذاك الصراع المزعوم بين قبائل سراغنا والرحامنا، فقط بقيت المحبة بينهما. أقسم أن يأتي بجثة رفيقيهما رغم أوامر القيادة الفرنسية بالانسحاب. تشبت الجنود المغاربة بمواقفهم، قتلت الكتيبة تقريبا بكاملها 176 جنديا في اليوم الخامس. محمد بن الكبير وأحمد حسي يتسللان لحمل رفيقيهما، رصاصات غاضرة من قناص ألماني تقتل أحمد بن حسي أولا وبعده محمد بن الكبير بالقرب من مكان موت رفاقهم.
كانت الخسائر فادحة في الأرواح، والمغاربة من طبيعة الحال في مقدمة الصفوف. الجندي محمد المشتي الذي توفي سنة 2010 ودفن ببوردو، والجندي أحمد الخروطي لا يزال على قيد الحياة ببروكسل، تحدث بشجاعة عن بسالة وشجاعة الجنود المغاربة في هذه المعركة. للأسف العديد من هؤلاء الجنود الذين قتلوا مجهول الهوية، بعبارة قتل من أجل فرنسا، والكثيرون بعد عودتهم لم يحصلوا على رواتبهم ولم يتم الاعتراف بهم. أما الجندي الشاب المفضل بن عياد فلم تسمع عائلته خبرا عنه، إنها رحلة المجهول البعيدة عن الديار في حرب لا ناقة ولا جمل لهؤلاء الشباب فيها، سوى أنهم لبوا نداء السلطان من أجل أن يصبحوا ذات يوم مخازنية للسلطان، وتلك حكاية أخرى. نأتي إلى نهاية حلقتنا، شكرا على تفاعلكم، شكرا على اقتراحاتكم، وشكرا على تنبيهاتكم وتوضيحاتكم، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاءات متجددة بحول الله، لا تنسوا دعمنا في القناة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.